السلام عليكم. كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاي او انترفيسنج في الاي بي ار، وفي الفيديو دوت ان شاء الله هنعرف ازاي ان احنا نستخدم الاوامر البسيطه بتاعه الفيديو اللي فات ان احنا نتحكم في الدايركشن بتاع دي سي موتور. علشان اتعامل مع دي سي موتور ما ينفعش ان انا دايركتلي اوصله على الاي بي ار او الكنترول اللي عندي، لانه بيسحب تيار عالي ما يقدرش يوفره البنات العاديه بتاعه الاي بي ار. فانا بحتاج حاجه اسمها اتش بريدج، وظيفتها ان هي تاخد كنترول سيجنال فقط من الاي في ار او الكنترول اللي انا شغال عليه، لكن كتغذيه باور للدي سي موتور بتاخدهم من مصدر خارجي. فهنا على سبيل المثال لو انا عايز اتحكم في الدايركشن بتاع الموتور بتحكم فيهم من خلال الاربع بنات دول. لو انا مثلا عايز احرك الدايركشن بتاع الموتور في اتجاه معين، فانا لو خليت السيجنال هنا اللي تكون متوصله على الجهه دي تكون مثلا هاي والجهه الثانيه لو، الهاي هنا هيخلي التشانل دي هي اللي تكون شغاله مع التشانل هنا، علشان اللو بيشغل البي ان بي ترانزستور، وبالتالي الطريق اللي هيكون شغال للكرنت دلوقتي او المتوفر له هو الطريق في الاتجاه ده. وبما ان الاتجاه بتاع الكرنت في الموتور كان موجود في الاتجاه دوت، يبقى هو هيدور باتجاه معين. طيب لو عكست الانبوتس بتاعتي، يعني خليت هنا لو وهنا هاي، اللو هنا هتشغل التشانل دي فالتيار هيعدي في الاتجاه ده كده، وهنا الهاي هتشغل التشانل اللي تحت، وبالتالي التيار هيعدي في اتجاه معاكس، يبقى انا كده غيرت اتجاه الموتور. فانا في الاتش بريدج بيبقى عندي اتنين تشانل، ممكن اشغل اتنين دي سي موتور، وعلى حسب الكنترولنج بتاع الانبوتس اللي هي هاي ولو ابدا ان انا اكنترول الدايركشن بتاعه، وبيكون في بنايه ثالثه علشان السبيد، لكن مش هنتعامل معاها في الفيديو ده. هنعرف ازاي ان احنا نتحكم في السرعه بتاعه الموتور في الفيديو الجاي ان شاء الله. فتعالوا نشوف على برنامج بروتوس ازاي ان احنا نتحكم في الدايركشن بتاع دي سي موتور. تعالوا نشيل الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت، وتعالوا نبدا ان احنا نجيب الكومبوننت الجديده. الاتش بريدج فيه كذا اي سي لو الشائع في الاستخدام اللي هو ال 293، وتعالوا نجيب دي سي موتور. هنوصل هنا الـ H Bridge، وهنجيب كمان الـ DC Motor نوصله على تشانل معينة. هنا زي ما اتفقنا ان الـ L293 هي فيها اتنين تشانل، يعني ممكن اشغل اتنين DC Motor او كنترول اتنين DC Motor من خلالها، وبالتالي بتكون كافية لو انا مثلا شغال على روبوت صغير في اتنين DC Motor، او ان انا بتحكم في الدايركشن بتاعه من خلال اتنين DC Motor. طيب التشانل دي المقابل ليها اللي هو زي ما اتفقنا ان انا عندي اتنين انبوت على حسب السيكونس اللي انا بكتبه عليهم، الاتنين لو يبقى هو كده الموتور واقف، لو واحد هاي وواحد لو يبقى انا كده بتحكم في الدايركشن سواء يلف يمين او شمال، والانيبل ده اللي احنا اتفقنا ان هيكون السرعه. طيب في شويه باور سورسز كده بوصلهم، انا عندي هنا اتنين جراوند بوصلهم، وعندي هنا اتنين مصادر جهد. مصدر الجهد اللي هو بيبقى على البن رقم 8 ده الباور الاساسي بتاع الموتور، يعني ده اللي هوصل بيه بطاريه تكون كافيه ان هي تغذي الموتور ده بالكرنت اللي محتاجه، وغالبا بتكون بطاريه ليثيوم لو انا شغال على روبوت ان هو بيسحب تيار عالي. فهنيجي هنا من الباور سورس ونختار دي سي، وغالبا في الديفولت بتاع الموتور ده ان هو بيكون 12 فولت، فانا محتاج السبلاي ده برضو يكون ان هو 12 فولت، لكن ده بيكون اللوجيك العادي بتاع الكنترولر. فانا ممكن اجي هنا من البن واختار الباور زي ما هي اخترنا جراوند تحت، فانا ممكن اجي هنا اوصل ان هي مجرد باور اللي هي 5 فولت او اللوجيك يعني. طيب تعالوا بقى نشوف هنحدد البنات دي ازاي. انا عندي هنا، تعالوا برضو نشتغل على البورت دي ونقول ان احنا هنشتغل مثلا هنستخدم 2 و3 علشان يكونوا متوصلين على الانبوت 1 و2. فزي ما اتفقنا هنيجي من التيرمينال مود برضو ونختار اللي هي الديفولت، ونحط اسامي بنفس الاسامي اللي احنا عايزين نوصلها. فهنقول هنا انا عندي هنا البي دي 2 اللي هي اي او 2، والبي تي 3 اللي هي اي او 3، فهنوصل هنا اي او 2 ودي اي او 3. وبالنسبه للانيبل علشان احنا مش هنتحكم في السرعه، فممكن على طول دايركتلي نوصله بالهاي بحيث ان انا ابقى شغال على الفول سبيد. كده انا خلصت توصيلات الهاردوير، تعالوا نشوف هنعملها ازاي في الكود. تعالوا نقسم الخطوات برضو لمرحلتين، خطوة السيت اب وده الجزء اللي انا بحدد فيه نوع كل بن والمفروض الفاليو بتاعتها هتكون ايه، وبعد كده اللوب اللي هو الكنترولنج بتاعه. فتعالوا احنا عايزين هنا دلوقتي نخلي البنتين اللي هي رقم 2 و3 في البورت دي يكونوا اوتبوت، فانا برضو هقول داتا دايركشن ريجستر بتاعه البورت دي بتساوي، او هنقول اور ايكوال
دلوقتي عايز 2 بن يكونوا شغالين بهاي، فانا هقول له واحد متشفت بالدي دي 2 اور واحد متشفت دي دي 3. يبقى انا كده خليت البن رقم 2 و3 في الدايركشن ريجستر دي يكونوا بواحد، يعني كده خليتهم ان هم اوتبوت. ممكن افصلهم على امرين، يعني اخلي دوت كده في سطر وبعد كده اخلي دوت في السطر اللي بعده، او ممكن ادمجهم مع بعض بالايه بالاور كده. فالامر اللي انا كتبته اللي هي الاور ما بين الاثنين دول هي عباره عن ماسك بالشكل ده كده، كله اصفار ما عدا البن رقم 2 و3 فيهم حايد. فلما اعمل اور مع اي حاجه هخلي الاثنين دول دايما بواحد والباقي يحتفظوا بالقيم القديمه بتاعتهم. طيب تعالوا نعمل سايكل كده ان هو يلف ناحيه اليمين شويه وبعد كده يلف ناحيه الشمال شويه. فاتفقنا ان انا هخلي البورت عايز اطلع دلوقتي سيجنال هاي وسيجنال لو على البنتين دول. فتعالوا نقول الاول ان احنا هنخلي واحده منهم هاي والتانية لو، فهقول له هنا بورت دي اور ايكوال واحد متشفت بكام بي دي 2، وعلشان اخلي التانية تكون لو هقول له زي ما اتفقنا ان احنا هنخلي مثلا رقم 3 نعمل لها نوت وهنا تكون اند اوبريشن. يبقى انا كده عملت سيت للبيت رقم 2 ان هي تكون هاي، وعملت كلير للبيت رقم 3 علشان تكون لو. تعالوا نعمل ديلي نخليه يتحرك في الاتجاه ده شويه وليكن ثانيه، طبعا زي ما اتفقنا في السوفت وير بيكون الثانيه ديت اكتر شويه. وبعد كده هنختار نفس السيكونس تاني بس هنعكسهم، هنخلي 3 هي اللي تكون هاي و2 هي اللي يحصل لها كلير. تعالوا كده نشوف الكود هيكون شغال ازاي. هنلاقي هنا ان الموتور بيتحرك لمدة ثانية في اتجاه وبعد كده بيعكس الحركة بتاعته. دوت بناء على ايه؟ بناء على برضو لو جينا نبص هنا على السيجنال هتلاقي ان هي احمر وازرق، معناها الاحمر هاي والازرق لو، فعلى حسب الدايركشن او على حسب الفاليو اللي انا بكتبها بيحرك لي الدي سي موتور ده في اتجاه معين. الموضوع بسيط جدا زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن بعد كده بقى نزود في اللوجيك ان احنا نخلي فيه سويتش هو اللي يتحكم في الدايركشن، ممكن يبقى فيه سويتش تاني يتحكم في السبيد زي ما هنعرف في الفيديو الجاي ان احنا ازاي نتحكم في السبيد بتاع الدي سي موتور. ولو في اي سؤال خاص او في حاجه صعبه تقدروا تعملوا كومنت على الفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.